وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل بعد تحية، وكما نتابع دائما العلاقات المصرية السعودية هي علاقات وطيدة وتتسم بالمصير المشترك والتعاون والتنسيق الدائم والمتواصل، وهناك الكثير من الملفات المشتركة ذات أوجه التعاون المشترك بين البلدين، سواء من الجانب الاقتصادي وعلى الجانب السياسي أيضا هناك تقارب في الرؤى تجاه مختلف القضايا في المنطقة. برأيك أهمية الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس حاليا إلى المملكة العربية السعودية؟ هي في البداية لازم نعرف أنها زيارة هامة جدا في توقيت هام، العالم كله في الوقت الحالي أصبح مشتعل. طبعا تأثيرات ما يحدث في العالم على منطقة الشرق الأوسط أو الدول العربية ده شيء يجب أن يكون هناك نقاش بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السعودية. احنا لازم نعرف ان مصر والمملكة العربية السعودية هما القوتين الفاعلتين في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي. الرؤى المصرية السعودية متطابقة في كافة القضايا التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط. مصر والمملكة العربية السعودية لهم دور كبير في استقرار منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية والدول العربية أيضا. وكان طبعا المملكة العربية السعودية كان لها دور كبير جدا بعد ثورة 30 يونيو ووقوف المملكة العربية السعودية بجانب الدولة المصرية، وأيضا مصر كانت تقف بجانب السعودية في العديد من المواقف وأهمها عودة الشرعية إلى اليمن ووقوف مصر بجانب المملكة العربية السعودية. طبعا هذه الزيارة مهمة، زيارة تأتي أيضا قبل عقد القمة العربية، ويجب أن يكون هناك تنسيق واضح بين مصر والمملكة العربية السعودية في العديد من القضايا التي تهم الأمة العربية قبل القمة العربية إن شاء الله. فهذه الزيارة طبعا مهمة، تنسيق وترتيب البيت العربي ده مهم في هذا الوقت. نعم، دائما ما نلاحظ التقارب في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في الملفات المختلفة والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة العربية، وذلك على أساس فرضية هامة جدا وهي عدم التدخل تماما بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية للمنطقة العربية وللدول العربية للحفاظ على وحدتها الوطنية وسيادتها. قراءتك لهذا التعاون المصري السعودي في هذه النقطة تحديدا أستاذ جميل؟ هو طبعا احنا لازم نعرف ان مصر والمملكة العربية بيسعوا الى دائما ان الخلافات العربية يتم حلها من الداخل العربي. وطبعا احنا عارفين ان مصر والمملكة العربية السعودية لهما رؤية واضحة في استقرار المنطقة واهمها. طبعا شفنا الدور المصري والدور السعودي في مكافحة الارهاب في العديد من الدول ودعم الدول ودعم الجيوش الوطنية من اجل القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة، وفرض أيضا الأمن في البحر الأحمر، وده شيء مهم جدا لمنع عمليات الإرهاب العابر للحدود وخلافه، ومنع التدخلات الأجنبية من الدول الأجنبية في هذا الشأن. لأن هذا الشأن هو شأن عربي خالص، و الدول العربية قادرة على فرض الأمن والحماية للمنطقة. وزي ما قلت لحضرتك إن الدولتين بينهما علاقات طيبة وعلاقات استراتيجية واضحة جدا وعلاقات عسكرية قوية أيضا جدا من خلال التدريبات العسكرية المشتركة. صحيح. اللي بتتم بين مصر والسعودية باستمرار، مناورات بحرية، مناورات جوية، وأيضا مناورات برية. كل ده من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق أيضا التكامل العسكري والتكامل الاقتصادي والتكامل السياسي. نعم، حضرتك أشرت إلى التكامل العسكري والتعاون العسكري بين البلدين، وأيضا أشرت إلى التعاون الاقتصادي والعمل على جذب الاستثمارات وتبادل الاستثمارات بين الجانبين. إلى أي مدى بتسهم هذه الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا خادم الحرمين الشريفين في توطيد هذه العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وأيضا تبادل الاستثمارات المشتركة؟
هو طبعا تبادل الاستثمارات المشتركه والتنميه الاقتصاديه بين مصر والمملكه العربيه السعوديه. احنا شايفين مصر في الوقت الحالي فيها اصبحت دوله جاذبه للاستثمار في منطقه الشرق الاوسط. مصر بتسعى ان يكون في استثمارات عديده من دول عربيه داخل الدوله المصريه، وهو ده اللي احنا شايفينه من تكامل بين مصر والمملكه العربيه السعوديه في هذا المجال من خلال العديد من المشروعات الاقتصاديه اللي بتشارك فيها المملكه العربيه السعوديه داخل مصر، بجانب ايضا الدعم الاقتصادي من المملكه العربيه السعوديه للدوله المصريه خلال الفتره الماضيه من خلال مشروعات عديده تم اقامتها داخل الدوله وباستثمارات طبعا سعوديه. كل ده بيساهم على نمو الاقتصاد المصري. وعلى الجانب الاخر طبعا هناك جاليه مصريه كبيره داخل المملكه العربيه السعوديه تقوم باعاده تنميه داخل الاراضي المملكه العربيه السعوديه، بجانب ايضا ان هناك تبادل تجاري بين مصر والمملكه العربيه السعوديه في المواد الغذائيه وخلافه. كل ده بيعود بالنفع على الدولتين الكبيرتين. نعم، فيما يتعلق بالقضايا المختلفة في المنطقة أستاذ جميل، إذا ما تحدثنا عن الملفات ومواقف البلدين الشقيقين من هذه الملفات، نبدأ بالملف اليمني. قراءتك لهذا الملف وموقف المملكة العربية السعودية واتفاقها مع الموقف المصري الثابت تجاه هذا الملف تحديدا؟ هو بالطبع الملف اليمني ده من أهم الملفات بالنسبة للمملكة العربية للسعودية، لأن استقرار اليمن هو استقرار للمملكة العربية السعودية، لأنها عمق استراتيجي للمملكة العربية السعودية. ومحاولة دخول تيارات أو عناصر إرهابية تقود اليمن في الوقت الحالي هو أكبر ضرر وأكبر عدو للمملكة العربية السعودية وأكبر ضرر على الأمن القومي السعودي. لهذا السبب المملكة العربية السعودية تدخلت عسكريا من أجل عودة الشرعية إلى جمهورية اليمن. وأيضا هناك التطابق في الرؤى بين المملكة العربية السعودية والدولة المصرية فيما يحدث في اليمن، وعودة الشرعية وإبعاد العناصر والتنظيمات الإرهابية من اليمن التي تتحكم في مصير الشعب اليمني والتي تؤثر بشكل كبير على ليس استقرار اليمن فقط ولكن استقرار منطقة الخليج بالكامل. فالتعاون بين مصر واليمن والمملكة العربية السعودية في هذا الإطار هناك تطابق واضح جدا للرؤى بين الدولتين. نعم، وفيما يتعلق أيضا بالموقف المشترك، موقف المملكة العربية السعودية ومصر من القضية الفلسطينية وتطوراتها المتلاحقة. هو بالطبع مصر والمملكة العربية السعودية هما اللي بيقفوا دائما بجانب القضية الفلسطينية في كافة المجالات الدولية. سنجد أن هناك المملكة العربية السعودية ومصر يتحدثون عن أهم شيء هي القضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية، وأيضا مع أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ويجب أن يتم حل الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي وعودة الحق إلى أصحابه مرة أخرى. هذا ما تتحدث عنه دائما القيادة المصرية والقيادة السعودية في كافة المحافل الدولية. وهناك أيضا تطابق للرؤى وتطابق لوجهات النظر بين مصر والمملكة العربية السعودية، ودائما ما يسعيان إلى الوصول إلى حل، وأيضا من أجل المصالحة الفلسطينية من أجل الوصول إلى تفاوض قوي وتفاوض جيد مع الجانب الإسرائيلي. نعم أستاذ جميل، إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام بنجد أنه حجم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين بالفعل هي مصالح كثيرة ومتنوعة، وربما تأسيس المجلس التنسيق المصري السعودي كان من أبرز هذه الملامح التي تؤكد على مدى عمق العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين، والذي تمخض عن عدد كبير جدا من الاتفاقات المشتركة في مجالات مختلفة، في مجال الصحة، التعليم، الإسكان وغيرها، البترول وغيرها من المجالات. أهمية مجلس التنسيق المصري السعودي في تعزيز وتوطيد العلاقات المشتركة بين مصر والسعودية.
هو بالطبع التنسيق بين او المجلس المصري السعودي ده طبعا هيؤدي الى تنسيق بين العلاقات بين الدولتين، هينمي العلاقات بين الدولتين في كافه المجالات من اجل ايضا توضيح الرؤى، ومن اجل ايضا استفاده الدولتين من التنميه داخل كل منهم، ومن اجل زياده التنميه المستدامه داخل الدولتين وتحقيق الرقي لشعوب الدولتين. فأعتقد أن هذا المجلس سيكون له دور مهم جدا، دور قوي، دور مثمر في عملية التنمية المستدامة. نعم، أيضا ما هو مدى التقارب الذي نلحظه دائما بين المملكة العربية السعودية ومصر فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب والذي ينتشر في مختلف دول العالم، وباعتبار أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قطبي المنطقة ولهما الكثير من الجهود الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وباعتبار أن مصر دائما تمثل نموذجا يحتذى به أمام العالم بأسره في نجاحها في مكافحة الإرهاب؟ هو بالطبع مصر أصبحت نموذج على مستوى العالم كله في كيفية مواجهة الإرهاب، مواجهة الإرهاب أمنية، مواجهة الإرهاب عسكرية، مواجهة الإرهاب أيضا فكريا، وده كان من الأشياء المهمة جدا. أيضا المملكة العربية السعودية دولة للأسف الشديد تعرضت لفترات طويلة جدا لهجمات إرهابية منظمة ضد المملكة، وكان هناك تأثير واضح على الاستقرار والتنمية داخل المملكة العربية السعودية بسبب التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود التي استطاعت أنها تتغلغل داخل أراضي المملكة العربية السعودية. طبعا هناك تقارب واضح جدا في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية ومصر في محاربة الفكر الإرهابي، محاربة الفكر الإرهابي فكريا، وتغيير أو محاولة تجديد الخطاب الديني، وده اللي احنا شايفينه في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، محاولة أيضا إبعاد كل ما هو دخيل على الدين الإسلامي من أحاديث غير صحيحة، من فتاوى غير حقيقية تؤثر بشكل كبير على الاستقرار وتجعل أن هناك العديد من الشباب ينضم إلى تلك التنظيمات الإرهابية. لكن في الوقت الحالي أن مصر والمملكة العربية السعودية تسعيان إلى تحقيق أيضا الأمن والاستقرار من خلال توحيد الرؤى في هذا المجال، وأيضا من خلال التدريبات العسكرية المشتركة من أجل مواجهة الفكر الإرهابي والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مواجهة الإرهاب. وزي ما قلنا أن مصر أصبحت دولة رائدة في كيفية مواجهة الإرهابيين والقضاء عليه. صحيح، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.